بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في قناتنا. إذا دائما مع الرياضيات حنديروا هذا التمرين مع بعض باش نعرفوا كيفاش يعني نعبر أو كيف نجد عدد مجهول في عبارة. لاحظوا هنايا، أوجد العدد المجهول في كل حالة. إذا عندنا الحالة الأولى والثانية والثالثة. الأولى A زائد 50 يساوي 86، A هو المجهول. هنا عندنا B ناقص 17.3 يساوي 91، B هو المجهول. و 100 C، كي تشوفوا 100 C معناتها هنا كاين ضرب، 100 ضرب C، C تكررنا 100 مرة، إذا 100 C هي 67. كيفاش نصيبوا C؟ C هو المجهول. إذا نبداو مع بعض. إذا الأولى A زائد عفوا 50 يساوي 86. لاحظوا هنا زائد عكسها ماذا؟ ناقص. يعني أ هي هذه ناقص هذه، هذه كي نقص من هذه راح نصيب أ. هذه كما كنقول لكم 3 زائد كم يساوي 5. هنا كيفاش نصيبها؟ يعني 5 كي نقص منها 3 راح نصيب 2. إذا 3 زائد 2 هي 5، نفس الشيء. إذا عكس زائد هو ناقص، إذا A تساوي 86 ناقص 50 وتساوي 6 ناقص 0 6 و 8 ناقص 5 3. إذا A هي 36، يعني 36 كي نزيد لها 50 نصيبو 86، A هي 36. جيد. الآن نروحو للثانية، B ناقص 17.3 يساوي 91، عكس ناقص ماذا؟ زائد. عكس ناقص هو زائد، يعني هادي زائد هادي نصيب ب. كيما نقولكم مثلا كم ناقص 4 يساوي 6، كيفاش نصيب هادي؟ ندير 6 زائد 4 اللي هي 10، 10 ناقص 4 هي 6. إذا نفس الشيء، إذا هذه ناقص هذه، عفوا زائد هذه، حنصيب هذه. إذا ب تساوي 91 زائد 17.3 وتساوي، إذا فاصل صفر، نجينا هنايا 7 زائد 1 8، 1 زائد 9 10 فاصل طبعا 3، هذه هي ب. يعني 108.3 نقص منها 17.3 نلقى 91. هنا ما كان واحد الامر ما فهمتكمش فيه. شوفوا اطفالي، في بالنسبه لعمليه الجمع البحث عن المجهول، كنديروا مثلا A بلس B يساوي مثلا C. هنايا A كيفاش نحوسوا عليها؟ نديروا C ناقص B، و B مثلا لو كان بغينا نحوسوا على B ماذا يساوي؟ يساوي C ناقص A. اذا هذه بالنسبه للجمع. اما بالنسبه للطرح، مثلا نديروا A ناقص B يساوي C. اذا باش نحوس على A، هنا باش نحوس على A ماذا يساوي؟ اذا A يساوي C زائد B، واذا كنا نحوسوا على B B يساوي A ناقص C. هذه في حاله الطرح، يعني البحث عن عدد مجهول في حالة الطرح. في حالة الجمع سهل، أما في حالة الطرح يتبدل. قلنا باش نحوسو على A هي C زائد B، وباش نحوسو على B هي A ناقص. نعطيكم مثال، مثال 9 ناقص 4 يساوي 5، باش نحوسو على 9 لازم نديرو 5 زائد 4، يعني C زائد B. وباش نحوسو على 4 نديرو 9 ناقص 5، يعني A ناقص C. جيد، هذه فقط للتذكير. نواصل، نروح الآن. إذا هذه الأولى، هذه الثانية، نروح للثالثة. إذا عندنا 100 C تساوي 67. جيد. عكس الضرب، هنا قلنا ضرب، عكس الضرب ما هو؟ قسمة. عكس الضرب هو قسمة. إذا هنا باش نلقى C هو هذه قسمة 100، يعني C تساوي 67 على 100، وتساوي إذا راح كسر 20 0.67.
100 لو كان نضربها في الصفر 100 لو كان نضربها في الصفر 67 راح تطلع لي الفاصله وتولي لي 67. التمرين الثاني شقلنا قطفت نهال عددا من الازهار الصفراء. اذا قطفت نهال عددا مانيش عارفين عددا من الازهار الصفراء على بالي شعل و15 زهره بيضاء. البيضاء عندنا 15 الصفراء ما قالوناش. فكان مجموع الزهور التي قطفتها 35. اكتب العبارة الحرفية التي تترجم الوضعية. اذا العبارة الحرفية هي كما هادو، هادو عبارات حرفية فيها مجهول. نفس الشيء هنا المجهول تاعنا هو الازهار الصفراء. الازهار الصفراء حنمثلها مثلا بسين مثلا باكس عفوا باكس، والازهار البيضاء عندنا والمجموع 35. يعني نديرو الازهار الصفراء اللي هي اكس نزيد لها الازهار البيضاء اللي هي 15 نلقى المجموع تاعها اللي هي 35. هذه هي العباره الحرفيه، هذه هي العباره الحرفيه. اكس حنا مثلناها بالازهار الصفراء تسموها، تقدروا ديروا اكس تقدروا ديروا ا تقدروا ديروا بي كما تحبوا، المهم يكون مجهول. زدنا له 15 اللي هي زهره البيضاء نلقى 35 مجموع ازهارها. أوجد عدد الأزهار الصفراء. إذا هنا نقدر نلقى إكس تاعي، إكس ماذا تساوي؟ قلنا عكس الجمع هو الطرح، يعني هذه نقص منها هذه نلقى هذه تساوي 35 ناقص 15 وتساوي 5 ناقص 5 صفر و3 ناقص 21. إذا إكس هو 20 زهرة. إذا قطفت 20 زهرة صفراء و15 زهرة بيضاء مجموعهما 35. هذه بالنسبة للأولى. درنا العبارة قلنا هاينا أوجدنا عدد، يعني أوجدنا عدد صفر 20. السؤال الثالث أحسب قيمة العبارة الحرفية التالية من أجل x يساوي 3. إذا هذه القيمة الحرفية، يعني a تساوي 2x زائد 12 ناقص x. قالوا لي من أجل x يساوي 3، إذن x هو 3. معنتها إذا معنا زائدة، معنتها هذا x نعوضه ب 3. هذا x نعاود نكتبها، a يساوي 2x يعني 2 ضرب 3. قلنا هنا كما يكون كاين والو معنتها ضرب 2x يعني 2 ضرب x 2 ضرب 3. ماشي ديروا لي 2 وديروا 3 تولي 23، خطأ. نديرو بهذه الطريقة كي يكون عندنا مجهول نديرو 2 إكس، عندنا إكس مجهول كيما هنايا كيما هنا درنا 100 سي، 100 سي سي مجهول. بصح كي تعوضوا المجهول ديروا الضرب تاعكم، ديروا الرمز تاع الضرب تاعكم، خاطر لو كان ما ديروش الرمز تولي 32 23 عفوا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دونك هنا عطاونا 2 إكس، حنا إكس عوضناه ب 3 ولاتنا 2 في 3 زائد 12 ناقص إكس، 12 ناقص ماذا؟ 3. ديرها بين قوسين. إذا هنا كيفاش تحسب؟ إذا هنا عندنا ضرب، إذا نبداو نحسبو هادي قبل ما نحسبو هادي. تولي عندنا 2 ضرب 3 أ تساوي 2 ضرب 3 6 زائد هنا نقسمها 12 ناقص 3 12 ناقص 3 هي 9، ولات عندنا 6 زائد 9 وتساوي 15. هذه هي لاحظتوا، هذه هي اذا القيمة او قيمة العبارة الحرفية. اذا هذه هي 15 لقيناها بعد ما عوضنا اكس ب 3. ان شاء الله تكونوا فهمتوا اطفالي، خليكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.